بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، فما زلنا في صحبة مولانا الإمام السخاوي يوضح لنا توضيحات في غاية الأهمية على تذكرة مولانا ابن الملقن في علوم الحديث، في علوم الأثر. في المرة الماضية وقفنا سويا على ما يسمى بالحديث الموقوف والحديث المرفوع، وعرفنا أن لهذا معنى وهذا معنى. ثم وقفنا سويا قبل أن يعني أن ننتهي بنا اللقاء الماضي عند ما يسمى المقطوع. ماذا؟ إذن هناك نوع من أنواع الحديث يسمى ماذا؟ والمقطوع، وهو عند الإطلاق. إذا قيل حديث مقطوع عند إيش؟ الإطلاق، هو الموقوف على التابعي. الله، فالمقطوع هو الموقوف. نعم، عندما يخصص ويحدد، إن قيل موقوف على التابعي فهذا ماذا؟ المقطوع. فهذا ماذا شباب؟ قال فمن يليه، أي فمن يلي التابعي، فإن كان تابع التابعين أهو. قال فمن يليه من أتباع التابعين فمن بعده، فمن بعده. فإن سقت لكم إسنادا إلى الإمام مالك وقلت لكم قال الإمام مالك كيت وكيت وزيت وزيت، فهذا يسمى حديث ماذا؟ مقطوع، ولو إلى مالك. فإن سقت لكم حديثا أو سندا إلى مولانا الإمام النووي يحيى بن شرف النووي، قلت لكم قال يحيى بن شرف النووي كذا وكذا، يسمى ماذا؟ مقطوع أيضا. لكن النووي ليس تابعيا وليس تابع التابعين، لا تابعي ولا تابع التابعين. لأن المقطوع على التابعي أو تابع التابعين أو من أو من دونهم أو من إيش أو من دونهم. المقطوع التابعي، المقطوع التابعي وتابع التابعي ومن دونهم كله يسمى ماذا؟ المقطوع، متصلا كان أو غير متصل. قال والمقطوع وهو عند الإطلاق الموقوف على التابعي، فمن يليه من أتباع التابعين فمن بعدهم قولا له، قولا للتابعي أو تابع التابعين أو من بعدهم، قولا له أو فعلا. وربما يقال موقوف لكن مع التقييد كما علمته. فإن أطلق وقيل موقوف، إذن هذا ينصرف مباشرة على من؟ على التابع. فإن قيل موقوف على مقطوع على مالك، يبقى إذن هذا مقيد، مقيد بمن؟ بغير تابع التابع، غير التابعين أو غير تابع التابعين. فهمنا المرفوع وفهمنا الموقوف وفهمنا المقطوع، تفهم يا عبد الحميد؟ فالمرفوع ما رفع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب، والمقطوع على التابع، والموقوف مطلقا على الصحابي، وإلا إن قيد يقيد بما يقيد به. جميل، ينطلق بنا إلى نوع آخر وهو والمنقطع، وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، اسمه ماذا؟ ففارق كبير إذن بين المقطوع والمنقطع، فارق بين المقطوع والمنقطع. وقد جاء في اختصار علوم الحديث لابن كثير أنه قد ورد في كلام الطبراني والشافعي أنه لا فرق بين المقطوع والمنقطع، صحيح؟ ولكن هذا قبل استقرار المصطلح، قبل. أما وقد استقر المصطلح فالمقطوع شيء والمنقطع شيء آخر، فقد يكون مقطوعا منقطعا، قد يكون مقطوعا منقطعا، صحيح؟ وقد يكون منقطعا مقطوعا، وقد يكون منقطعا ليس مقطوعا. منقطع مرفوع، يصح؟ يصح. ومنقطع موقوف. منقطع مرفوع ازاي؟ كيف منقطع مرفوع؟ عندنا سلسلة الإسناد أهو، وفي النهاية انتهى الإسناد إلى كلام رسول الله، هذا الإسناد فيه انقطاع، يكون منقطع مرفوع ويكون منقطع موقوف ويكون منقطع مقطوع. منقطع سقط منه راو أو راويان ليس متتابعين، وموقوف كلامه على التابع، إذن يكون اسمه مقطوع منقطع. فما هو المنقطع يا شباب؟ هو ما لم يتصل إسناده بحال، ما لم يتصل إسناده بحال. فالمنقطع هو المقطوع؟
لا تاني. والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، فيشمل المرسل والمعضل وغيرهما، فكل انقطاع في السند يسمى الحديث مقطوعا، يسمى ايه؟ منقطعا. تاني، فيشمل المرسل ها والمعضل و، ولكن التعريف المعتمد المغاير لغيره مما لم يتصل ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي واحد، بل ولو سقط منه أكثر من واحد مع عدم التوالي، فإن كان توالي يكون معظم سقط منه راو أو أكثر مع عدم التوالي. فالحديث الذي ليس في سنده اتصال يسمى منقطع، ممكن يكون منقطع ويكون مرفوعا، لكن هنا يقول ويشمل المرسل ويشمل، فالمرسل مقطوعا منقطع لا يكون مقطوعا أبدا، لأنه مرسل إلى النبي، يعني قال الصحابي التابعي قال رسول الله، والسند من عند الشيخ حسين إلى هذا التابعي متصل، السند من عندك إلى الشيخ إلى سيدنا التابعي ماذا؟ متصل. فجاء التابعي فقال ما إيش؟ قال رسول الله، ماذا فعل التابعي؟ أرسله. إذن منقطع، أسقط من؟ أسقط صحابي، أو ربما أسقط تابعي وصحابي، أو ربما أسقط صحابيان وتابعيان. ربما. لا، المقطوع لا يسقط ولا بتاع، المقطوع كلام التابعي، ما لي أنا وما للصحابي، هو كلام التابعي، هذا كلام السيد التابعي، التابعي يقول لك اتق الله، لازم نعرف إسنادها إلى هذا التابعي، لا يسمى مقطوعا، هذا هو مقطوع يعني موقوف على من؟ على التابعي. واضح؟ طيب، وبعد ذلك والمرسل، أهو المرسل مقطوع؟ غلط غلط، المرسل منقطع. المرسل ليس مقطوع، المرسل إيش؟ منقطع. والمرسل وهو أي الظاهر قول التابعي، وإن لم يكن كبيرا، حتى لو كان تابعيا صغيرا وقد وقال قال رسول الله، فهذا يسمى إيش؟ مرسل، وهذا يسمى مرسل لكونه لم يروي إلا عن الواحد ونحوه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، ومنه ما خفي إرساله، وهو أن يروي الراوي عن من أدركه ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه مما يعلم بإخباره أو بتحقيق الحافظ. والصواب فيما يجيء عن الصحابة من ذلك كحديث أمنا عائشة في بدء الوحي. نريد أن نفهم الآن الإرسال ظاهر وخفي، ظاهر وإيه؟ هشام بن عروة، هشام بن عروة، هشام بن عروة تابعي أم تابع التابعي؟ ها؟ هشام تابعي؟ تابعي؟ أيوة هشام تابعي، لكنه كان يروي عن أبيه، عن أبيه عن رسول الله، أبيه وعروة، عروة بن الزبير بن العوام يروي عن عروة، عروة علم ولده هشاما أحاديث سمعها منه هشام وأحاديث أخرى لم يسمعها منه هشام، فلما ذهب هشام إلى البصرة أو العراق أخذ يحدث عن أبيه ما لم يسمع من أبيه وقد سمع منه غيره، فإذا قال هشام حدثني عروة أو عن عروة هل يكذبه أحد؟ إذن هذا مرسل ولكنه إيش؟ خفي، يعني يروي عن أبيه ما لم يسمع وقد روى عنه غير ذلك ما إيه؟ ما سمعه. يعني أنا أعطيك مثال يعني. طيب مرة أخرى شباب، والمرسل هو ها؟ أي الظاهر، يعني هناك مرسل ظاهر أهو، والمرسل أي المرسل الظاهر هو قول التابعي، وإن لم يكن، لأن التابعين على درجات، ها؟ قسم التابعين بعض العلماء إلى ست طبقات، إلى كم طبقة؟ ست طبقات، وهذا قرأناه في اختصار علوم الحديث، قال أعلى طبقة من التابعين من روى عن العشرة المبشرون بالجنة، أعلى طبقة من التابعين. ثم ابن كثير بعد تحقيق اكتشف أنه لا يوجد تابعي واحد روى عن العشرة جميعا، روى عن بعض العشرة لكن عن كلهم لا. طيب المرسل وهو أي الظاهر قول التابعين، وإن لم يكن كبيرا لكونه لم يروي
إلا عن الواحد ونحوه من الصحابة، أي التابع يروي عن الواحد ونحوه أو اثنين يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ومنه ما خفي إرساله، وهو أن يروي الراوي عن من أدركه ولم ير. هذا النوع الثاني المرسل الإيه؟ الخفي. المرسل ومنه ما خفي أن يروي الراوي عن من أدركه ولم يلقه. كيف يعني؟ يعني تعاصر في الزمن ولم يره. أنت يا شيخ أمين عاصرت مولانا الشيخ أحمد الطيب، لكن هل لقيته؟ لا، أهو عاصره ولم يلقه، هكذا. أو لقيه ولم يسمع منه. لقيه نعم، لكن هذا لم يحدثه ولم يسمع منه. مما يعلم، كيف تدرك أنه لقيه ولم يسمع منه؟ كيف تدركها هذه؟ إما أن يقول هو أو أن يعرفها من؟ الحفاظ المحققون. منه مما يعلم بإخباره، يقول أنا نعم لقيت الشيخ أحمد الطيب لكن لم يحدثني. أو بتحقيق الحافظ المدقق، يعرف أنه لقي ولم يسمع، لقي ولم. طيب، هذا كله يسمى مرسل الإيه؟ الخفي. والصواب فيما يجيء عن الصحابة من ذلك، من المرسل يعني، يجيء عن صحابي والصحابي إيش أرسله. ما معنى أرسله؟ أي أن الصحابي أسقط صحابي آخر. قال: والصواب فيما يجيء من الصحابة من ذلك كحديث أم عائشة في بدء الوحي. لأن هل أدركت عائشة بدء الوحي؟ صحيح؟ عائشة ولدت بعد أن نبئ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تكن موجودة في عالمنا أصلا أم عائشة. والبخاري يروي حديث بدء الوحي من حديث أم عائشة، فهل حدثها النبي به؟ هل حضرت الواقعة؟ أم أنه قد حدثها به أحد ثم حدثت هي به؟ إذن أسقطت ماذا؟ جيد، هذا واضح. قال: والصواب فيما يجيء عن الصحابة من ذلك كحديث أمنا عائشة في بدء الوحي أن حكمه الوصل، لأن الصحابي لن يسقط إلا صحابي، والصحابي عدل، فلماذا نبحث عنه؟ هذا يسمى موصول، خلاص حكمه إيش؟ الوصل. حكمه إلا فيما يرسله من له رواية فقط. ما يرسله من له إيش؟ إلا فيما يرسله من له رؤية، ولا رواية، رؤية فقط، يعني رأى النبي ولم يروي عن النبي ولا حديث واحد. وحينئذ فيقال قد يجيء عن صحابي مرسل حكمه ما يجيء عن التابعي، حكمه ما يجيء عن التابع، فما جاء عن التابعي مثل ما جاء عن الصحابي الذي ليس له إلا رؤية وليس له رواية، ليس له إلا رؤية وليس له رواية. كما يقال قد يجيء عن تابعي مما يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ الاتصال، كأن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه ثم لم يره، سمع من النبي كلاما وقد كان كافرا، ثم توفي النبي وأسلم هذا الرجل، فروى ما سمعه أثناء أيام أن كان إيش؟ أيام أن كان كافرا، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل نعم أثناء الكفر. إذن يكون إيش يا شباب؟ يكون موصولا، موصولا بحكم التابع. قال: واعلم أن المرسل حجة عند أبي حنيفة. الله، حجة حتى لو كان مرسل التابعي، حتى لو كان مرسل التابعي، ليس أبا حنيفة وحده، لا تفرح، بل ومالك. قال: واعلم أن المرسل حجة عند أبي حنيفة ومالك ومن وافقهما، وكذا إن اعتضد يكون أيضا حجة عنده. يعني كأن الشافعية لا يحتج بالمرسل إلا بشرط، ما هو؟ أن يعتضد بطريق آخر. طيب، والجمهور بمجيء مرسل آخر أخذ مرسله العلم عن غير شيوخ الأول. كأنه يقول لك الجمهور لا يرون المرسل حجة إلا إن جاء من طريق آخر، ولو مرسل، ولو حديث مرسل،
أرسله من أرسله عن شيوخ غير الأول، لتتعدد الطرق، لتتعدد غير الأول. تاني والجمهور بمجيء مرسل آخر، وأخذ مرسله، أخذ مرسله العلم عن غير شيوخه، أو أن يجيء مسند أو مسند ولو كان ضعيفا، وبإسناد رواته نفسه له في باب من باب أولى، إن لم يترجح مرسله بقرينة أو بقول صحابي أو بفتيا التابعين ممن يليه، مما قد يعبر عنه بانتشار لم يخالف، أو بعمل أهل العصر. هذا الذي يقول عمل أهل العصر، عمل أهل المدينة. من إذن جاءنا حديث مرسل، جاءنا حديث نستدل به على حكم ما، على حكم ما شرعي، حكم فقهي، ولكننا لم نجد في هذا الباب إلا الحديث المرسل. جميل. يقول لك إن عمل أهل العصر بمقتضى هذا الحديث فكأن عمل أهل العصر يعضد هذا الحديث المرسل، فيصير لا فيصير لا يصير صحيحا أبدا، فيصير حجة، فيصير حجة. فاهمين يا شباب؟ طيب. قال أو كثيرين أو بقياس أو لم يكن في بابه سواه، وكان المرسل مع كونه من كبار التابعين لا يسند إلا عن ثقة. ليس في هذا الباب إلا الحديث المرسل، ولكن المرسل لا يرسل إلا عن إلا عن ثقة، ولا يخالف الحفاظ فيما يأتي به، مما الشرط إجماع الثلاثة فيه دون العواضد الأول، فوجود واحد منها يكفي مع كلام في بعضها، ولا يناسب هذه الإشارة، ولولا أن ناظم الأصل أشار لها لما ألحقته. لولا أن ابن الملقن أشار إلى هذه القضية، متى اكتب فوق نسختك، متى يصير المرسل حجة؟ هذه هي الإجابة. مرة أخرى، ما هو السؤال؟ متى يصير المرسل حجة؟ ده رأي الجمهور، هذا الذي حكيناه رأي الجمهور، ورأي وحكينا قبله قول مالك وقول أبو حنيفة وقول الشافعي. جيد. متى يصير المرسل، متى يصير المرسل ماذا؟ متى يصير المرسل حجة؟ عند من؟ عند الجمهور، بهذه التفاصيل التي سمعتم. جيد. طيب، يدخل معنا إلى نوع آخر. ما هو النوع الآخر من هذه العلوم؟ المعضل. عرفنا المقطوع يا شباب، نراجع سريعا. المقطوع ما هو؟ ما أضيف إلى التابع. طيب، الموقوف ما هو؟ مطلقا. أما إن قيد فيقيد. المرسل ما هو؟ طيب، هل هناك فارق بين المقطوع والمنقطع؟ نعم، هناك فارق بين المقطوع والمنقطع. فما هو المنقطع؟ راو أو راويان من غير تتابع. طيب، ما هو المعضل؟ هذا ما سنلتقي عليه في المرة القادمة إن كنا من الأحياء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.